لنا عدة قراءات في هذا المساء. القراءة المركزية اللي بنقراها باستمرار موجودة في سفر إرميا النبي إصحاح 18، لكن سنزيد عليها بعض الأعداد نظرا لموضوع اليوم، لأنه أنا أعتقد أنه خطير جدا ويوقف المؤمنين بين مفترق الطرق. كلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذ هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو زكطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. طررة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. وطارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس، فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي، فأندم عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها به. ثم في الإصحاح 19 والعدد الأول وأيضا العدد 10 11، هكذا قال الرب: اذهب واشتري إبريق فخاري من خزف، وخذ من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة، عدد 10، ثم تكسر الإبريق أمام أعين القوم الذين يسيرون معك، وتقول لهم: هكذا قال رب الجنود، هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخاري بحيث لا يمكن جبره بعد، وفي طوفة يدفنون حتى لا يكون موضع للدفن. أعتقد أن الموضوع بدأ يدخل في حيز الخطورة، لأن ربنا فعلا ما بيلعبش معنا، لكن كلامه في غاية من الخطورة. من رسالة روميا إصحاح 9 دائما هذا النص يسبب إرباء كثير للمفسرين ولقراء كلمة الله. ومن عدد 14: فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، فإذ ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم. لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيه قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. إذن هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعض؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بآلات كثيرة آن يتغضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آن يترحمه قد سبق فأعدها للمجد التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا.
عدد 32، لأنه لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة صخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يخدع. النص الأخير مش عايز أشغلكم بقصة القراءات، لكن كلها مترابطة مع بعضها، من متى 21 ومن عدد 44. متى 21 وعدد 44: ومن سقط على هذا الحجر، نفس الحجر اللي اتكلم عنه في روميا 9، يتردد، ومن سقط هو عليه يسحق. دعونا نحن أيها الإله البار القدوس العجيب، أرجو يا إلهي أن توضح لنا المكتوب في هذا المساء. كان اليوم يا رب تريد أن توقف أتباعك أولادك في مفترق الطرق ليختاروا ما يشاءوا، لأنك أعطيتنا إرادة حرة. لكن يا سيدي بالإجماع عن نفسي وعن إخوتي أقول إننا نختار مشيئتك. أعطينا أن نرغبها من كل القلب، لا بالكلام لكن بالعمل، تسليم، حتى تستطيع أن تباركنا، تعزي نفوسنا، استرانا، استرانا في وضع التشكيل الكامل على دولابك. ولك كل المجد. موضوع اليوم يدخل تحت عنوان خطورة عدم التسليم لإعادة التشكيل. فخاري يريد أن يضعنا على الدولاب حتى يعيد تشكيلنا، مع أن كل اللي اتكلمنا عليه ولا نتكلم عليه ده التشكيل العام، لكن يبقى عنصر آخر وهو تشكيل الذهن، لا مجال للحديث عنه مع أنه يأخذ وقتا أيضا طويلا، لكن يبدو إذا استسلمنا أو سلمنا لما يريده الرب منا في هذا اليوم نستطيع أن نخطو خطوة عملاق كبيرة في الحياة مع الله. ما هي الخطورة إن كنا لا نسلم حتى يعيد الله تشكيلنا من جديد؟ هذا هو سؤال الرب لينا، ويريد الرب أن يأخذ جوابا من كل واحد فينا في هذا المساء. طول الفرصة في الأيام اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن هذا الموضوع ما كملتش بقية القراية، وممكن أقول إن كان مقصودة. مين اتذكر فيكم النص اللي المسيح أراه وكانت أول قراية لي في الهيكل؟ لما الروح الرب علي لأنه مسحني، وبعدين قال أنا ببشر بسنة الرب المقبولة، واقتضى بالقراءة على كده وأغلق السفر وتواصل نقول الخادم. لكن كانت القراءة ناقصة شيء مهم، بأن القراءة مش سنة الرب المقبولة فقط، لكن يوم انتقام لإلهنا. ربنا قال لا معلش مش وقته ده دلوقتي. وبعد لما عمل المسيح عمل الكفارة على الصليب صعد،
إذ بعد سنين ليست بقليلة يعطي سفر القضاء ليوم الغضب ليوحنا الرائي، ويقول له أنا بعيني اللي أعطيت يوم سنة الرب المقبولة وأنا بعطيك يوم الانتقام. الاثنين وردين في قاموس الله. هنا بقية القراية بتحط إن إحنا تحت الإلزام أمام الله لما الله بيعيد تشكيلنا. هنشوف اليوم إيه موقف المؤمنين لو لم يتجاوبوا مع يد الفخار الأعظم وهو يشكله. وجدنا في البداية في أول تأملاتنا أن الله بيحاول إنه ما ييأس مننا، وبيحط نفس الطينة بتاعتنا مرة تانية على دولاب الفخاري. أنا بحاول في لحظات قليلة بس، الناس اللي بيحضروا لأول مرة أنا بشوف وجوه أول مرة تكون حاضرة، فعشان خاطر يكونوا معانا في الصورة يعرفوا احنا بنتكلم عن ايه، وده الأفضل عشان خاطر يقدر يركزوا معايا. شفنا ان الفخاري اعاد تشكيل الاناء مرة اخرى بحسب الصورة التي في عينيه، ورأينا انه لم يأخذ طينة اخرى لكن اخذ نفس الطينة لانها غالية عليه، دفع الثمن فيه وفداها. وقلنا ده صبر عظيم من الفخاري ان ياخدني مرة واثنين وثلاثة واربعة ومئات المرات بعد لما يفسد الوعاء يعيد تشكيله من جديد. الله يستحق الشكر في هذا المسألة. يا لي طول أناتك وصبرك واحتمالك لي، لأنك تعيد تشكيلي مرة أخرى رغم فساد وعائي. رأينا بعد ذلك أنه يوجد سبب لإعادة تشكيل الوعاء، والسبب راجع للشيء أهم، أن الوعاء بيفسد لأن الصورة اللي في ذهن الفخاري لم تنطبق تماما على الوعاء. وكان المشكلة ان الوعاء نفسه اللي بيرمز الينا عنده صورة فيها يريد ان يشكل حياته اختلفت مع صورة الفخار ففسد الوعاء. وده يورينا انه مش لازم ابدا نحط اي شروط على الفخار الاعظم لاي شيء في حياتنا مهما كان في اعيننا عظيم، لكننا دائما نقول له لتكن إرادتك لا إرادتي ومشيئتك لا مشيئتي. وحينما تنطبق الإرادتين والمشيئتين حينئذ يبدأ الفخار الأعظم في تشكيل الآلهة. ورأينا سببا لهذا الفساد الأول إن كيف الآلهة بتقول للفخار الأعظم لماذا صنعتني هكذا؟ الاعتراض على وضعك، على مكانك، على حياتك. لكن لما جينا للسبب الثاني لفساد الوعاء، وده اللي تعرضنا ليه بالأمس، وجدنا إن السبب الثاني بيدور حول شخص ما عندوش صبر ان الله يكمل الشغل بتاعه. ومش كده بس، بيقول له ماذا تصنع؟ اللي بتعمله ده ليه؟ انا مش قادر اصدقه ومش قادر اتاكد ابدا ان دي ايديك، ليه بتشتغل بالطريقه دي؟ بيفسد الوعاء. وقلنا كمالة النص اللي بيقول له عملك ليس له يدان، يعني مش كامل. طب هو قالك انتهى؟ هو قالك انتهى؟ لسه ما انتهاش، هو لسه بيشتغل فيك. لما يكمل الصورة كلها وتلاقيها ناقصة اعتب عليه، لكن مش هسيبها ناقصة أبدا، لأنه إله كامل. هو على الصليب لم ينزل ولم يسلم الروح إلا وقال قد أكمل.
زي السبتيين بيقولوا انه الفدا كمل ما اعرفش 1800 وكذا بعد لما المسيح دخل قدس الاقداس. ليه؟ بالعمل على الصليب مش كامل؟ كامل. قال قد اكمل، يعني كمل كل حاجه خلاص. وخلصنا تم في الصليب. ورأينا بالأمس أيضا شيئا خطيرا، إنه مش كفاية إحنا عمالين نعترض في طريقة عمل الله في حياتنا، ومش كفاية عمالين نقول له إن ده ناقص، لكن أكثر من هذا قال بنحاول إننا نتدخل في تشكيل الآخرين. أما أنت على الدولاب، أنت مالك أنت؟ حيالله تقدر تتابع مع ربنا خطة حياتك، تفتي في حياة الآخرين. قال بيقول أوصوني من جهة عمل يدي. وشفنا في ترجمة أخرى بنص لازع، قال يعني بأي حق يؤمروني؟ بأي حق؟ بحق وأنا الصانع وهم الجملة. وقال بيقولوا لي عمل يديك، وانا باخد نفسي باخد بالي من عمل ايديا ومش محتاج ابدا حد يعدل عليا. صح، دي ما كانتش صلاه زي ما ظن الكثيرين في هذا النص نستخدمها في صلاه او ترنيم، لكن في النص ده ما تستخدمهاش، في نصوص اخرى ممكن تستخدمها، لكن في هذا النص كانت التوصيه عباره عن اعتراض. تاخد بالك من فلان؟ زي دخلت مرة بيت لسه من قريب في أثناء العزاء في خلال الشهر اللي فات، وقالت واحدة أنا مش زعلانة على اللي مات ده، يعني أنا زعلانة كيف ولاده هيتصرفوا، وأنا بقول لربنا كيف هيتصرفوا، وأنا كأني بوصي ربنا، كأني بتوصي ربنا عليك، يعني عن غلطان إن أخذ الراجل وساب الأولاد، وقالت بتقول لربنا يعني عايزة توصيه بس بطريقة الاعتراض. هذا ما يقوله النص. ربنا بيقول مش محتاج توصي، انا عارف بعمل ايه، اخدت ده وعارف كيف اهتم بيهم، لاني انا والد بالنسبه ليهم. يوم الحد كان عندنا التامل بتاعنا كيف اصابع الفخاري بقى بتقترب وتمسك الانيه وتشكلها دي. شفنا ان الظروف اليوميه هي اللي بيشكلنا فيها. ارجع لسماح هذه الأشرطة عشان خاطر تقدر تتابع معانا، وهتشوف قد ايه الله بيقدر يشكلنا في حياتنا من خلال الظروف اليومية. أما اليوم فأنا أعتبره أخطر يوم في التأملات في عمل الفخار الأعظم في حياتنا، وبيوقفنا فعلا في منتصف الطرق أي يمكن أن نختار. اوعى تقول يعني ان هو طويل البال قوي وما بيجيش في لحظه يزعل او يغضب ويتخذ قرار. تعرفوا لما بيتخذ قرار ما بيرجعش عليه. هجيب لكم دلال. قال لموسى بلاش مدخلك الارض. فموسى يعني اذا كان ربنا يعني قال كده عنه يقدر يعني يستجدي الله ويطلب منه الغفران عشان خاطر يدخلوا الارض. صلى مره قال له لا. ليه؟ لا. ثلاثة تعرف قال له ايه؟ لا تقعد تكلمني في هذا الامر. ده انا موسى ومال؟ انا اللي ضحيت 80 سنة ومال؟ انا اللي احتملت كل المصاعب دي وماله؟ خلاص اخدت قرار مش هترجع فيه. قالوا لا مش هرجع فيه. لا تقعد تكلمني في هذا الامر. وبالنسبه لدخول جيل اسرائيل الاول الى ارض الميعاد اقسم الله في غضبه الا يروا راحته. موسى حاول يستعطف الله قال له لا خلصت خلاص انا اقسمت مفيش رجوع. لما بغضب وبطلع كلامي في غضبي لا يمكن ان ارجع عنه، لان حتى في وقت غضبي انا عارف بتكلم بقول ايه. انا مش زيك تكون انت
بتنرفز وقت زعلك وبعدين تقعد يعني بالكلام تجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب اللي قدامك يقول هو زعلان، يعني الكلام في الغضب ده ما تحسبوش عليه، وفعلا بنعمل كده مع بعضينا بس مع ربنا لا. اوعي مرة يكون زعلان وتشد معاه، ولا اوعى مرة يكلمك بغضب وتحاول انك لا تسمع فيما يقوله لك، لكن خد الكلام على محمل الجد. يعني ده الله لما غلطت مريم وهارون في موسى، وبعدين لما ربنا ضربها بالبرص قال له اللهم اله كل الارض انك تعمل، قال له مالك اعمل ايه؟ قال له انا مسامح في حقي، قال له سامح يا سيدي في حقك، تسامح ما تسامحش انت حر. في عند الحكومة هنا وفي كل البلاد في حق شخصي وحق عام. مرة كان واحد في الأردن عمل حادثة، وبعدين يعني عملوا جهة كبيرة وراحوا ويعني والناس سامحوهم وبرضه ساجنين الراجل. بقول له طب ساجنينه ليه؟ قالوا الحق العام. طب ما الناس اللي اتقتل لهم الولد ده خلاص سامحوه. قال بس الحكومة ليها حق عام. فقال ربنا موسى انت تسامح في حقك لكن في حق عام بتاعي انا، انا مش هسامح دلوقتي. لو بصق ابوها في وجهها اما كانت تخجل 7 ايام وما تشوفش ابوها تحجز خارج المحله 7 ايام. يرضيك يهديك، مرضيش. يا جماعه ربنا مش بيلعب معانا. انا مش عارف صحيح انا شعبه بنتدلع عليه، لكن تعرف امتى انت تبقى سلس معاه ويحبك قوي ويعطيك كل ما عنده بلا اي مانع اذا كنت انت تسلم له. تستودع نفسك بين ايديه. امين يا رب. وتقول له اللي انت عايزه انا هعمل. انا مش همنع عنك نفسي، لكن سوف اسلم لك التسليم الكامل حتى تستطيع انك تشكلني وتعيدني من جديد دون أن أبدي أي اعتراض على مشيئتك وإرادتك. وإذا أبديت يا رب غصب عني لكن سامحني وتحملني لأنك الفخار الأعظم وإنك أنت أبونا وستحتملنا حتى تستطيع أن تشكلنا. وإلى نهاية الحياة يا رب أطلب رحمتك في تشكيلي لأنك الإله الحنون. ومش من قليل الله سيتخذ القرار علشان خاطر يعمل اللي عايز يعمله، زي ما قال لأرميا روح اشتري إبريق فخاري من خزف وخذ بعض شيوخ إسرائيل واكسر الإناء. خلاص أنا غلبت مش عارف أشكل. تتصور ربنا يغلب مش قادر يشكله؟ طبعا ما يقدرش يشكله. الشيء الوحيد اللي ما يقدرش الله يعمل فيه حاجة عناد الإنسان وإرادته، استحالة. يجي لشاول حد يشكل شاول؟ ما قدرش. حتى جه صمويل عديم كتير بتبكي ليه علي يعني؟ ضيع وقت علي، مضيع وقتك. ده ما يستاهلش تضيع وقتك عليه. يا رب ده الملك بتاع اسرائيل وده اللي انت اقمته، قال له خلاص يعني انا ما عنديش غيره. قوم املأ قرنك دهنا. وبعدين؟ قال له تعالى فاريك هناك رجلا بحسب قلبي. تمسحه لي ملكا على اسرائيل. طب وقال له شاول؟ قال له رفضت خلاص. انا ما عنديش حد عزيز غالي افضل اتحايل وافضل اعمل. انا الله بيحتمل النفوس بس الى حدود. اياك ان تستخدم اسلوب العناد كشاول، لكن باستمرار استخدم اسلوب التواضع مع الله والانسحاب مع الله حتى يستطيع أن يتعامل معك الله. ده الرسالة التي يحتاج إليها جيلنا في هذه الأيام، هي رسالة التوبيخ ورسالة التقويم حتى يستطيع أن يستفيق ويعرف أن الحياة الأبدية ليست نزهة رخيصة، وأن التعامل مع الله ليس مسح وما فيش ضحكة أبدا، لكن التعامل مع الله والعيشة معاه عيشة جدية. فإياكم أن تضيعوا أوقاتكم وأنتم على دولاب التشكيل، وبعدها تجدوا أنفسكم لا تشكلوا، حينئذ ستقفوا في مفترق طرق خطير سنتأمل فيه في هذا المساء. لكن قبل ما ياخذ إبريق الفخاري ويكسره
فلاحظوا ان النص اللي كان موجود في روميا 9 ابتدى يتكلم عن الصدمة بالحجر في سياق الكلام عن الفخاري. المسيح جاب الكلام ده وكرره في الأناجيل، وجاب هذا النص الخطير اللي أرجو بنعمة الله أن نتأمله كلنا بكل إمعان لنعرف ماذا يفعل الخزاف أو يفعل الفخار الأعظم حينما يأتي لكي يشكل حياتنا. الله كحجر، هو حجر الزاوية، هو الحجر العجيب، هو صخر الظهور. يقول في عدد 44 من متى 21: من سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ده بيمثل موقفين. مش هحاول استطيل في الموقف الثاني، لان انا شايف الوجوه اللي قدامي كلها، انا ما اعرفش، ما ادخلش في القلوب. ربما في واحد ما سلفش حياته لرفع اديله نصيبه في النهايه، لكن يبدو ان انا لازم اعطيكم موقفكم انتوا في الاول. ايه من الحجر هذا؟ قال في بعض من الناس بتسقط على الحجر، وفي بعض من الناس الحجر نفسه بيسقط عليها. دول نوعيتين. اما جميع المؤمنين الذين اختبروا الرب هم يسقطون على الحجر، لا يسقط الحجر عليهم. معنى سقوطنا على الحجر اصطدامنا بالله عند تشكيلنا في كل مواقف الحياة المختلفة. وهتقول لي يعني طيب ولا واحد ابدا ما بيصطدمش بهذا الحجر؟ اقول لك ولا واحد. ليه؟ لان انا بشر. مين فينا يقدر يقول انا بعرف مشيئة الله 100% في حياتي؟ ولا حد. بولس زوغ منها احيانا وما عرفش. ابراهيم، يعقوب، داود، وقيسوا على كده كل الناس، وانا وانت وانتي والجميع. اذا جميعنا ناتي لكي نسقط على الحجر. تصوروا بقى لما واحد يكون قاعد بقى في مكان عالي كبير وتحتيه في صخره ويقع على الحجر. لكن نشكر الله يمكن لو وقع على حجر تاني غير الرب يسوع المسيح ممكن ينتهي، لكن هنا مش هينتهي. لكن بيقول انه بيصل لدرجة انه يتردد، وكلنا عارفين ماذا تعني الردود. كسور، بس كسور من النوع الخفيف، ممكن تبقى تقيلة. حاولت استطلع عدة ترجمات، البعض قال انه بينكسر فعلا، والبعض قال في قطع يعني بتصل الى درجة التحطيم شوية، لكن الاغلبية قالت انه بيحدث الردود او الكسور دي، لكن مفيش فيها شيء من ان الآلية تتلف، لكن بيصير فيها شروخ وردود، وهذا موقف المؤمنين. طب ايه اللي بيحدث هذه الردود او الكسور؟ لانك انت بينك وبين الحجر ده مسافة بعيدة، وهذا معناه انه ليس في كل المواقف التي فيها تأتي الى الله هتكون متفق مع وجهة نظر الفخاري، فلا بد ان تصطدم به. تعرف هذا التشبيه حتى راجع بالنسبة للعائلة. احيانا الناس لما بيجوا يتزوجوا جداد او لسه عايشين لغاية دلوقتي ينقروا مع بعضيهم زي نائر ونير. بعدين يروح القسيس، يا قسيس تفضل حياتنا طول عمرها كده بننقر مع بعضينا وعمالين ناخد وننتم بعضينا، يعني ايه الحل؟ الحل انك انتوا توصلوا بعض لما بتصطدموا لبعضيكم ان ارادتكم تبقى متقاربه كل واحد مع الاخر. وبيقول حتى علماء البحث في النواحي الاجتماعيه بالنسبه للزوج والزوجه على الاقل ياخدوا من سنه لثلاث سنين يفضلوا يخبطوا ببعضيهم لغايه لما يتفقوا مع بعضيهم. واحدة أخت مرة بتسألني بتقول لي يعني هو لازم الحتة دي؟ قلت لها لازم.
قالت لي معقوله ما تكونش موجوده؟ قلت ها ممكن ما تكونش موجود. ازاي؟ قلت لها واحد من الاثنين يكون مجنون. واحد من الاثنين يكون مجنون. واحد خالص خالص ما بيتكلمش خالص ولا اي حاجه. ما بيعترضش على اي حاجه ما مجنون. لكن ربنا بيخلي الاثنين كلهم عندهم عقل، واستحاله عقلك يتفق مع عقل اللي معاك. استحاله. انت متربي بطريقه معينه وهي متربيه بطريقه معينه، انت من بيئه وهي من بيئه، ثقافتها غير ثقافتك، العوامل النفسيه اللي داخل في نفسها تختلف عن العوامل النفسيه اللي داخله في نفسيتك، حينئذ سيحدث الاصطدام. فما تتسرعش في بدايه زواجك انك تقول يعني انا خلاص مش قادر اتفق، ما حلو انك مش قادر تتفق، هي حلوه الحته دي، بتبين انك انتوا عمالين تحتكوا ببعض. والاحتكاك هذا ربما بيورد شرارات لبعض من الاوقات، لكن شويه شويه بيتقارب هذا الاختلاف الى ان يتفق الاثنين معا وهم باراده حره ويسيروا بقيه حياتهم ويخضع كل منهم للاخر. لكن اذا كانوا هؤلاء في حيز الكتاب وحيز الكنيسه وحيز العمل بتاع الروح القدس، هم هينجحوا، مش هيسلم البعض للآخر، لكن هيسلموا لإرادة الله في المسيح يسوع. حينئذ سيعيشوا حياة مباركة بعد هذا الاختلاف، ويستطيع الله أن يعينهم ويعطيهم رأيا واحدا ومشيئة واحدة وإرادة واحدة، هي إرادة الله ومشيئة الله. بنفس هذه الكيفية مع الله لابد أن يحدث الاختلاف. إرادتك غير إرادة الله، وجهة نظرك غير وجهة نظر الله. فكل اللي بتعمله معاه انك بتصطدم بهذا الحجر. بس مش هو اللي واقع عليه، ده انت اللي واقع عليه، الغلطة منك انت. هو ثابت كما هو، كصخر الدهور لا يتحرك. وليه ثابت؟ مواقفه ثابت. في نص موجود في كورنثوس الأولى الساعة 10 بتاع المائدة بيقول ألعلنا نغيره؟ لا. أم أن نحن أعظم منه؟ الأعظم من الثاني غير. لما يعقوب كان بيكون كل علقة وعلقة مع ربنا ويصطدم، وبعدين جه آخر مرة ربنا بقى قال له أنا بقى مش المرة دي، وأنت بين راحة يدي الاثنين هشكلك المرة دي هطلع منك واحد جديد. وزنقوا فعلا بين الموقف بتاع خاله، ما تفتكروا ايه ربنا عباره عن ايه؟ حوادث اللي بيستخدمها. وزنقوا بين ايدين اخوه من الناحيه الثانيه، ده جايب اهله وناس وده وطايح وراه، والتاني جاي له من الناحيه الثانيه 400 راجل بالسيوف وجاي طايح قدامه. وبعدين يا عمر خلاص مالك يا عم؟ قال يا رب نقطه الخلاف اللي بيني وبينك انا كنت بعتبر نفسي الكبير، عشان كده انا سرقت البكوريه من اخويا وعملت لاني افكر نفسي كبير، لكن لأول مرة في حياتي أعترف لك صغير أنا. يعني مش الكبير. لما تصارع معه حتى مع ربنا حب ياخدها بالعافية. قال له لا أنقذك بكيفي. ناس كتير بتعتقد الصراع مع يعقوب ده حتة حلوة. لكن لا. ده الصراع ده في حد ذاته كان عدم تكيف الإرادة الإلهية مع إرادة يعقوب. بعدين جه ربنا بقى هو نازل يعقوب عليه اصطدم في حتة صدمة، حتى اضطر إنه ياخد إيديه ويخبده هبدة على حط فخذه. كسر. تعرف كسره ليه؟ رماه. قال له أنت مفكر لأنك أنت ماسكني وعمال أقول لك اطلقني وأنا مش قادر، يعني أنا مش قادر عليك؟ طب ما طرحتك أرضا أهو. وش عباد بيقول لفظة حلوة جدا بعد يا معقوب الطرح أرضا، بيقول بكى هناك واسترحمه. قال له أنا بإيدي كنت ماسكك في الأول عشان خاطر أخد البركة، بس أنت ضربتني كسرتني رميتني في الأرض مش قادر أتحرك، بس أنا بإيدي ما قدرتش أمسكك، لكن هقدر أمسكك بدموعي باسترحامي لك. ارحمني لما بذكر الأدوار القديمة اللي ريعت فيها حياتي 20 سنة وأنا ضيعتها من عمري سعيا وراء الأشياء المادية، وكنت تريد أن تشكلني، لكن عنادي وتصلفي وأفوق كل هذا أنا ظننت أن بمكري أستطيع أن أخذ كل شيء، لكنك كنت ورائي تتحداني و
وجئت إلى هذا الموقف العظيم وكنت أعتبر نفسي الكبير، لكن اكتشفت إن الصغير، وأنا حبيت أخذ البركة حتى بقوتي وبصراعي، لكن يا رب أنا هاجي ليك في هذا المساء، وهو كان يتصارع مع الله، وسأبكي وأسترحمك فقط، وهذه الطريقة الوحيدة التي تعطيني فيها بركتك. تعرفوا أنا لمست حاجات حتى في طلب معبودية الروح القدس، مش عندكم بس، وفي أماكن كثيرة، ليعمل نفسه يتصارع مع ربنا وكأن العملية عملية جهد، ويصوم له ويعمل، يمكن أحيانا يصبر عليه ما يدهلوش، واللي جاي كده يعني رميها عليه كده ويقول له يعني أنا ماليش حاجة. تعرف لو مش عايز تدهلي ما تدهليش، لكن يعني أنا أعرفك إنك أنت بتحبني، وأنا مش ممكن أسيبك أبدا بحسب مراحمك، لكن مش هتصارع معاك هذا الصراع الجسدي أو العناد أو إني أحسب إني أستطيع أن أحصل هذه البركة بقواي الشخصية أو بعنادي الشخصي، لكن هناك سأبكي وأسترحمك. الحتة اللي عايز أصل إليها، ربنا قال له طب تعالى هنا، قال له مش قادر، قال له احبي على رجليك وتعالى، أنا مش هتنقل من مكان، تعالى هنا. جه نعوم حط إيده عليه، قال له عاوز إيه؟ قال له عايزك تبارك. طيب يا بركة اسمك إيه؟ اسمي يعقوب. قال له خلاص، ما دام غير اسمه يبقى عاد تشكيل إناءه. عاد تشكيل ايه؟ تعرفوا بعد لما يشكل إناءك ويعيد تشكيله بديك اسم جديد. عليكم بخير بقى لما تروح المدينة هناك تاخد حصاد بيضاء. حصاد البيضاء عبارة عن ميدالية بس ليها شطين كده. الناحية دي مكتوب عليها اسم المسيح الجديد، أنا ما أعرفوش. والناحية الثانية اسمي الجديد. في اسم جديد طبعا، كل واحد منا ليه اسمه الجديد. قال لي يعقوب اسمك ايه؟ قال له يعقوب. قال لي يضعك اسمك فيما بعد ايه؟ يعقوب بل اسرائيل. بصوا بقى الحته المهمه اللي عايزين نوصل اليها. قال له طب يا رب وانت اسمك ايه؟ قال له انت مالك؟ هتغيرني؟ طب انا بسالك عن اسمك هتغيره لك؟ انت مالك انت؟ قول وباركه هناك. بتسأل على اسم ليه؟ اللي بيسأل على الاسم في الموقع دي عاوز يغير التاني، قدرت تغيرني؟ قال له لا. قدرت تحركني عن قراراتي؟ قال له لا. جبتك أرضا ولا لا؟ قال له جبتني أرضا. قدرت تجبرني إني أعمل شيء غير بإرادتي؟ قال له لا. قال له خلاص، في الموقع دي ما تسألنيش على اسمي لأن محدش غيرني. أنا غير وما اتغيرش. وباركه إيه؟ الشيء تفضل تتصادم مع هذا الفخار الأعظم في كل طرق حياتك. أحيانا تشعر أن الأمور التي أمامك في البيت غير ملائمة ليك وتبدأ تتذمر وأقول لك اشكر مش قادر أشكر. تذمر عليك مادي، تأفف مادي، وتيجي في الواقع وتصطدم بهذا الفخار مسافة بعيدة، وأيضا في ظروف الحياة وفي طبيعة الحياة، واحيانا تيجي لدرجه من الدرجات تقول يا رب انا مش قادر اعيش، انا احاول اسلك حياتي بقى واسعى بطريقه الخاصه. يقول لك اوعى تخرج عن مشيئتي، اوعى تخرج عن ارادتي، اياك ابدا انك تمكث في عنادك، لكن طيعني وتعامل معي واخضع امامي باستمرار، حتى لو لم تعرف ماذا اريد منك ولو لم تعرف الطريق عليك ان تسلم لي وتقول عرفني. شالي ماي سنتريد من كبروفيلا بشندقار، استمعوا لي في هذا المساء وادغوا بأذانكم إلى صوتي، لأن كلماتي رهيبة في هذا المساء. قف اليوم وتأملوا في عجائبي، وقف اليوم وتأملوا في يدي، وقف اليوم وانظروا إلى داخل نفوسكم، كل واحد منكم بتروي واتخذوا القرار النهائي لموقفي بالنسبة ليكم. ابعدوا عنكم العناد وابعدوا عنكم التسلط، واعترفوا انكم على استعداد ان تتقبلوا مشيئتي وارادتي في كل المواقف، فاقبل تعاملي معكم وارشدكم واحتملكم يقول الرب، لكن لا تسلفوا رقابكم ولا تجعلوها صلبة، لئلا اندم انا واحزن في قلبي، لكن اعطوني الفرصة لاعمل فيكم في هذا المساء واشكل نفوسكم تشكيلا عجيبا، لان لي غرض سامي عجيب في كل
لكل نفس منكم فطوبى لمن يكتشف هذا الغرض ويقبل التشكيل من يدي، لأنني أنا الفخار الأعظم. فقفوا برهبة أمامي وارفعوا قلوبكم وارفعوا أيديكم وارفعوا مشاعركم إلى القدس السماوي، وأنا جالس هناك أرى التسليم وأرى نفوسكم حينما تسلم أمامي، فحينئذ أرضى وأصنع وأعمل ما يحصل في عيني، يقول السيد الرب. رنموا له عدد واحد بس من أيها الفخار الأعظم. مش نظام لاجتماعنا، لكن نظام اللي عايزه الروح القدس. عدد واحد بس يكفي. خلينا كلنا نرنمها. لأني شعرت بالروح إنه متطلع إلينا من السماوات ويستمع إلينا. رنموها في صلاة قبل أن يعرض عليكم ماذا سيفعل. ولا سيما هذا العدد. لا أتذمر، لن أتراجع. يكفي هذا العدد مع القرار. القول
الرب قال لنا ويل لمن يخاصم جبله. قصبوا علي يا اخي. ده احيانا تضرب في دماغك تقول انا مش جاي الكنيسه. وانت تقول يعني انا مش رايحه خلاص بطلت، بطلت اصلي، ما تصليش يا ستي. تصليش. واحيانا بعض الناس تقدم عزات رخيصه من على المنابر، ربنا محتاجك هيجيبك وبيحبك، حتى لو ما جيتش، حتى لو مش عارف ايه، كلام فاضي. مش بتاع ربنا ده. ده بتاع ربنا اللي جاي ده حط ايده عشان خاطر يحطها على مقبض الباب او قفل الباب جاي يفتح. لا 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 انا مش عوايدي دي، هحط ايدي بس. وبعدين شال ايده وابتدى يخبط. افتحي لي. قلت له مين انت؟ اللي عريسك حبيبك الوحيد ربك فديكي الهك. طلع عايز ايه؟ انا عايز اخش. عرفت انا قلعت ثوبي فكيف البسه؟ معنى تقلع الثوب يعني حال ما فيش حاله من الاستعداد بقى. لان الواحد امتى بيسترخي علشان خاطر اجل الليل بعد عناء طويل من الخدمه ومن التعب. لكن المؤمن ابدا لا يخلع ثيابه، لكن دائما يلبسها في حاله من الاستعداد. معلش يعني البسيها، معلش انا مسامحك وتعالي. طيب بس انا عندي مشكله تانية، غسلت رجلي كيف اوسخهما؟ وتضطر تغسل رجليك انت. وده اشاره ان الواحد عايز يحاول محاوله بذاته ها في تطهير نفسه او في المساعده للوصول الى حاله الرضا عنه. طب تعالي ما يهمكيش، تعالي وافتحي لي وانا اغسلهم لك تاني. طب مش مالوط بيك تغسل رجليك، هو اللي بيغسل لك رجليك. الى الان ما عملهاش مره وبطل، لكن دائما بيعملها لانه هو الوحيد اللي بيطهرك. مد رجلك ورجلك تشير الى سلوكك. مدها. مش مشكله عند ربنا اذا كان سلوكك متسق او اذا كان عندك عيوب في حياتك. المشكله انك ينبغي ان تاتي امامه وتقول له صلحني صلحني. اوعى تبتعد عنه عشان خاطر تتصلح، هتخرب خالص. لكن مد رجلك اليه وقول له صلحني، غسلني، طهرني حتى اكون مستعدا. برضه قالت له لا، قال لها لا لا. بس انا بقول لك بقى، بس دي مش باي باي بتاعت زمان، دي بقى بتاعت واحد بقى عايز يقدمك. قال لها مع السلامه. ومد ايديه من القوه وقال لها مع السلامه. شافته كده وبيشاور لها، وبيشاور لها بطريقه يعني من الاستعجال. حبيبي تحول وعبر. واحد تسال عنه في المدينه وفي الشوارع. حفظت المدينه رفعوا ادارها عنها وجرحوها. قعدت تبكي من مكان لمكان. تعرف لو الكلمات دي تقدم في كل الكنائس على ان الله مش محتاج لنا لكن احنا محتاجين له، لكانت النفوس تتجدد كل يوم. المشكلة ان ناس كتير بتظن ان ربنا هو اللي محتاج لنا. ابدا. ده حتى في اقانيم السر الفريد ده في عدم احتياج للبشر ابدا في تسبيحه او تمجيده او تعظيمه، لانه مش عرش بالوحدة. الاله التاني بتاع الاديان التانية وحيد يا عيني وفريد وفي عزلة. قال احدهم لشخص رجل دين من الحظيرة الاخرى، قال له يعني لما ربنا بتاعكم كليم ده اتكلم من امتى؟ قال له لما خلق الملائكة وموسى. قال له ده عيبه، انت خليت ربنا بتاعك مستحدث مع الايام فكان ما بيتكلمش وحاسة النطق عنده نطقت وقت لما خلق موسى. يبقى خلق موسى عن احتياج وخلق الملائكة عن احتياج، لكن إلهي أنا الذي أعبده كليم منذ الأزل. هللويا. مع من؟ مع قنيمه. هللويا. إلهي أنا محب، ما استناش لما يجي الملائكة يحبها ولا البشر يحبهم. لما تيجوا لأمثال 8 رائع جدا عن الابن وهو يتكلم بيقول أنا كنت كل يوم فرحته. وبعدين يقول لذتي مع بني آدم.
بس عشان خاطر يثبت كفاية الله دون احتياجه للبشر قال أنا كنت كل يوم لذته. ربنا بيكفيه أن يتلذذ بابنه، بيكفيه أن يتمتع بأقانيمه، هو مش محتاج لي أنا ولا محتاج لك أنت، لكن خرقنا عن السرور حتى نشاركه في هذا المجد. الله لأنه مش أناني، الله لأنه مش عنده خير كتير جدا عايز يوزعه اضطر يخلق، لكن هو ما بشعرش بالوحدة، مش زي أب ما عندوش أولاد مثلا يقول يا ربنا كده يعني اضطر يعملوا أولاد عشان خاطر يتمتع يعني بغريزة الأبوة. لا، هو بيتمتع بغريزة الأبوة لأن الابن المولود من الأب هو عنده، حتى أنه لما نزل في الأرض، ومع أن نزل دي رغم أنها في بعض الأوقات تعبير كتابي لكنها لا تعني الانتقال قدر ما تعني الظهور، كان في ذات الوقت هو في حضن أبيه ومركز محبته. اقرأ هذا الموجود في إنجيل يوحنا إصحاح 1 وعدد 18 حينما قال إن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الله، طب يعني لما جه يا عم هو برضه في حضن الآب؟ قال طبعا في حضن الآب، هو طول عمره أبدا يمكن أن يفارق حضن الآب، فهو مركز محبته، هو مركز اهتمامه، وهو مسرته في كل شيء، وهو الذي يفعل مشيئته بالاستمرار. لكن مجدا لله، رغم محبة الآب للابن، لكن شاء أن يخلقنا نحن ليجعلنا عروس ابنه، وحينما يفرح بابنه يفرح بعروسه، وحينئذ سيفرح بينا نحن كلينا الابن وعروس الابن. أعطوه المجد لأنه يستحق. ده عشان خاطر تتعدل وانت بتتعامل مع ربنا احسن فكر بيتحايل عليك. قال لما القسيس يقول لك تعالى كان يعني محتاج لقروشك مش محتاج لقروشك، وكان ربنا اللي لما واحد بيقول لك تعالى كان ربنا بتعمل كبير. اه انا جيت يا اخونا، وانا جيت يعني تتصور انا كان عندي مشوار في الحته الفلانيه لكن لانك انت قلت لي تعالى انا جيت. عيب تقول الكلام ده، كبير عليك، انت مش قده. ده انت ينبغي ان تاتي لو تقول له اشكرك لانك سمحت لي اكون في حضرتك. احمدك لاني انت بتتقبل عبادتي ومحبتي عن غير احتياج، لانك انت الغني، وما دام هو الغني هو في غنى عن كل هذا. لكن شاءت رحمته ان يخلقنا وان يعطينا الميراث الابدي وان يدفع فينا دمه الكريم وان يعطينا كل هذه الاشياء لأنه محبته اقتضت هذا، وكرمه العجيب وقلبه الكبير أدخلنا في هذه الدائرة المجيدة نعطيه كل المجد. وسام العروس تتلطم، وبعدين وصلت إلى قرار وقابلت البنات اللي عمالين يدوروا على عريسها، وهي سخرتهم يدوروا معاها. قالت لهم اسمعوا يا بنات اورشليم، قالوا لها نعم. قالت لهم انتوا عارفين ان انا يعني مجربة وقلبي مكسور؟ قالوا لها عارفين، عارفين عشان خاطر عريسك. طب ما شوفي لك واحد غيره. قالت مفيش واحد يستاهل، ما سبتيني اقف على الباب. تعرفوا النص عجيب جدا للي يدرس حتى الطبيعة، القصص امتلت من الندى. وقال شيء آخر، لا يمكن أن يجتمع الضدان في وقت واحد. طلعوا معايا سفر نشيد الأنشاد، والعروس هنا تتكلم إلى عريسها من الصح ثلاثة. في الليل على فراشي
طلبتم أن تحبه نفسي، إني أقوم وأطوف في المدينة وفي الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي. طلبته فما وجدته، وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت أرأيت من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. إن المشوار الطويل الذي اتخذته عروس النشيد بعد أن بحثت ودورت مكث هو فصلين متعاقبين شتاء وصيف علشان خاطر يصبر عليها طول هذه المدة، وكأن به بحسب الواقع يستجديها مع أنه مش محتاج لشيء، لكن خايف عليها لحسن يسيبها أو يتركها أو يتراءى أنه يتركها وتذهب لكي تبحث عنه، وعارف أنها تدوخ الدوخة الطويلة دي عليه. لكن قالت للبنات كما سمعتم هنا في أسئلتها، لكن جاءت في موضع آخر قالت لهم أنا بحلفكم بالظباء وبأيائل الحقول إنكم لما تلاقوا حبيبي قولوله أنا مريضة حبا. قلبي اشتعل خلاص، وبعد ما وصيتهم ومشيت وهو لقاها فعلا مرضت بهذا المرض اللي ياريت ربنا يمرضنا بيه، وحرارتك ترتفع، ولو في 200 في الترمومتر قول أمين، مش هتموت ما تخافش، ده انت هتوصل الى درجة العشق الالهي والهيام الالهي مع حبيبك. وهو لما لقاها بقى درجة الحرارة الروحية بتاعت المحبة بتوصل، بيقول انا لما جاوزتهم وما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. تجاوزت مين؟ كل الاشياء، خلاص وصلت الى درجة اليأس، جالها وفي حنانه. انا بنصحك النهاردة ما تاخدش المشوار ده لانها هتتعب، حتى لو حاولت تفكر، لكن اسرع في هذه اللحظة وقول له يا رب انا مش عايز اخد اجازة منك ابدا. من سقط على هذا الحجر يتردد، وهنا يحدث شيء عجيب جدا، ان الردود اللي في الحياة تزداد صعوبة حينما يكون الفرق كبير بينك وبين الحجر. كل لما تقرب من فكره هتخبط فيه، بس هتخبط خبطة بسيطة كده، لكن كل ما يكون فكرك بعيد وكل لما تكون انت ابعد في اللقاء مع الله كل ما تنزل تتكسر. مين النهاردة يقول لي يا رب قربني ليك؟ عرفني فكرك، عرفني إرادتك، مش هعترض عليك، مش هخاصمك، مش هجادل معاك، مش هأمرك، مش هحاول أفند في الشيء اللي انت بتدهوني، لكن كل شيء هاخده من ايديك بشكر. ألم يقل الكتاب قبلوا الابن لألا يغضب؟ بيقول لي مين دول؟ بيقول لنا احنا. مين النهاردة يقبل الابن؟ مين يقول له اشكرك؟ اشكرك على كل شيء تصنعه معي في حياتي. قولي له بصراحة النهاردة انا بشكرك على الظروف الصعبة قبل الحلوة. شاب مش ولا واحد قادر ينطهي يقول امين حبيبي. مين يشكر على الصعوبات؟ مين يشكر على التجارب؟ مين يشكر على الظروف الصعبة؟ مين يشكر على المرض؟ من اشكروا على الابواب المغلقة. هو ده اللي يشبع قلبه. ما انت فاكر يشبع قلبه تقعد ترنم لك ترنيمة؟ ولا تحط له في الصندوق لما يلم العطا تحط له 10 دولارات بتوعك؟ مش دول اللي بيشبعوا قلبه. اعطوا انفسهم اولا للرب. كونك تسلم له التسليم الكامل. هو قال انا ليا المسكونة وملئها. لبنان غير كافي للإيقاد، ليه
حينما تأتي أنت وتتفق إرادتك مع إرادته ومشيئتك مع مشيئته، حينئذ سيرضى عليك ويبتسم على حياتك، لأنه لا يريد أكثر من هذا، أنك تكون خاضع وأنك تكون طائع في كل المواضع وفي كل الأمور، وتقول له بالاستمرار حتى لو لم أفهم اليوم ولو لم أعرف الأشياء التي تتعامل فيها معي حتى وإن كانت صعبة، لكنني أشكرك لأجلها، وبعد ذلك أنت ستفسرها لي، لأنك إله عجيب وإله عظيم. في حاجات كتير يقول لك ستفهم فيما بعد، هكلمك عليها بعدين. لا يا واد بقى اطقر مع ربنا وحط دنبتك بنبته وقول له دلوقتي تقولها لي يا بلاش، دلوقتي تقولها لي يا هزعل، دلوقتي تقولها لي يا ماجيش. ايه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ما تاخد حرصة تتكلم مع ربنا. ده بيقول الكتاب وانت بتتكلم مع ربنا اتكلم بكل صح، لانه ده اله عظيم. اختار الكلمات يا اخي. ما تحاولش انك انت تجادل معاه، ما تحاولش تتكلم باسلوب الخصام، ما تحاولش تتكلم باسلوب نرفزه مع الله، لكن حاول تتكلم من الواطي. حاول تقول له يا رب انا اقل، ده انا دوده، انا لا استاهل يا رب، وانا امامك كما قال الكتاب الى هذا انا اتي الى المسكين الى المنصحك الروح والى المتضع من كلامي. فحين تتضع في كلامك من كلام الله امام الله، وحينما تنصحك امامه وتكلم، حينئذ يستطيع الله ان يتعامل معك. تواضعوا تحت يد الله فيرفعكم في حينه. هللويا. شالي مايت سبريل يا ركينا بصبر جينيسيس سام الجبان تريفا لبرادبر. رب عمال يقول لي ان في نفوس ما زالت عماله تتجادل معاه وتتناقش معاه، عمل الند بالند، وعايزه تاخد حل لمواضع حياتها، وعاوزه تاخد رد لاساليب هي محتاره فيها. رب بيقول مش هو ده الاسلوب اللي تتكلموا فيه معاي، لاني انا زعلان جدا، لكن حاولوا ان تعترفوا وتاتوا الي باتضاع وتاتوا الي بانسحاق. وان كنت انا اؤجل قضيه المعرفه فيما بعد، عليكم ان تصبروا لانني انا اله عظيم. ده ابويا. ايوه ابوك، لكن سيدك. من يقول امين؟ والاثنين مع بعضيهم قال ان كنت ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين. ياك هيفقد سيادته عليك لانه ابوك. لا ابوك وسيدك. لازم تتعلموا كيف تناديه بهذه الطريقه، ولازم تعرف انه سيد على كل مواقف حياتك دون ان تجادله. ايوب رغم انه كان عزيز عليه، فربنا يعني بعت له قال له اسمع، هو حر يمد ايديه ياخذ من يقول له رد، يفعل ما يشاء بكل المسكونه وكل الارض، مفيش حد يستطيع ان يجادله ابدا. وبعدين ايوب لما سال قال ليه طيب؟ قال له رضا البار الكبير. قال له عايز تعرف رد تاني؟ قال مين وكله بالارض؟ هو ده زيكم براعي موسع دون فقير؟ يعني واحد ظروف واسعه كده يديله تحيه كده يعني مع قرشين زياده ويحترمه، والفقير يرميه على جنب؟ بالعكس، كلها صنعت يدي الاله الرحيم المحيط. حاول انك تقرب شقه الخلاف بينك وبينه، وحاول انك لا تصل الى حد الاعتراض في الخصام، او انك تصر انك تاخذ الجواب سريعا في كل شيء، لكن اترك له المجال. هو عارف احسن منك ايه اللي يقدر يعمله. بطرس زعيم التلاميذ لما قال له بس اخسر رجلك لان دي فيها معنى كبير قوي، قال له طيب يلا رجلي وراسي كلها. لا رجلك بس كفي. قال له بس هتقول لي طبعا ايه المعنى ده؟ قال له لا مش هقول لك. ما انا مديت لك رجلي هترسلها وانت قلت لي هقول لك. قال له مش هقول لك دلوقتي. طب ما تقول لي دلوقتي. قال له هقول لك فيما بعد. يعني مش هقدر افهم دلوقتي؟ لا ما تفهمش. حوادث هتفسر لك. هتوصل لحته حلوه ان كل الاشياء تعمل مع للخير.
تعرفوا في الدولاب بتاع الفخاري ده أعظم معمل كيميائي. يدخل لك كل الأمور اللي تجد فيها كأنها شر، كأنها بلاية، تطلع لك من ناحية تاني خير. ما عرفش بضيف لها أي، حتى بتوع الكيمياء ما يقدروش يوصلوا للمعالجة. لكن هو الكيماوي العظيم. هللويا. أصبر له، سلم له، وضع أمورك كلها بين يديه حتى يستطيع أن يتعامل معك. من سقط على هذا الحجر يتردد. أنا ما أعرفش إمتى لغاية إمتى عمال تاخد كسور منه. لغاية إمتى عمال تتردد وعمال تشتكي لربنا. مرة في أرمي قال لي بتشتكي الراجل من قصاص خطايا ليه؟ ده تحصيل حاصل. انت بتشتكيلي من عنادك، بتقول الحته دي وجعاني وما تعرفش ما انت اتخبطت عليا. بتقول لي انت مذنبني قدام الباب ده، ما انت مخبوط فيا وانا مش قادر افتحهولك. لانك انت ما تقدرش تفهم دلوقتي، وانت اللي معذب نفسك. لكن تعالوا الى موقف التسليم لهذا الفخار العظيم لكي يعيد تشكيلنا من جديد ويتعامل معنا. الشيء الاخر الذي أريد أن أصل إليه إنه عدم التسليم لهذا الفخار الأعظم مش هيضل إلى الأبد يصنع لك الردود أو الكسور، لكن هيجي في لحظة ويتخذ قرار خطير. مش كسر الآنية لسه، ده المرحلة الأخيرة. يجي يشيل الآنية بتاعتك ويحطها على جنب وما يشتغلش فيها. ده شيء خطير. تعرفوا ماذا تعني هذه الأشياء؟ إنه هيخرجك من دائرة الإرادة الإلهية ليضعك في دائرة السماح. يقول لك اعمل اللي انت عايزه. أما دائرة السماح فتعتبر من أخطر الدوائر الذي لا يتمناها إنسان، ويتركك تشكل بذاتك من ذاتك طريقة حياتك بالكيفية التي تريدها. ليه عاوز يسلمك كده؟ لأنك أنت مش عايز تتفق معاه. تقول لي ما أنا شايف، لأن كل اللي بيعمله أنا مش موافق عليه. أنا بقول لك إن ممكن توصل إلى نهاية الحياة وهو اللي بيعمله برضه أنت مش موافق عليه، رغم نضوجك في الإيمان، وده بيعطيك الضمان إن هو اللي بيشتغل. مين بنتذكر النص اللي في 21 يوحنا لما الرب كلم بطرس وقال له لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، لما شخت، يعني شخت في الإيمان، كبرت، تمد يدك آخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. حتى بعد نهاية العمر الطويل كل ده وانا ماشي معاك، برضو ارادة البشرية بشعر كأنها مش متفقة تماما مع ارادتك. يقول لك ما تزعلش، بس عليك وانا شايلك. ما دمت وصلت الى دور الحمل ده وانا شايلك وحملك، عليك انك تسكت حتى لو دي مش عاجباك. قول وانا شايلك على كتفي كده وعلى منكبية، ايها الفخار العظيم، ايها الراعي العظيم، يا من تحملني على منكبيك، انا شايف ان السكه اللي انت موديني فيها دي مش عاجباني وما تعجبنيش، لكن يا رب انا راضي لانك انت اللي موديني فيها. امين يا رب. صدقوني من اول شهر حطيت رجلي في امريكا وما زال هذا الشعور عندي وعند اولادي، اننا لا نرغب ان نبقى يوما واحدا. والروح القدس بيقول لي يعني اهو ده ختم امان على مشيئتي. بقول له ايه؟ بقول له انك انت مش راضي. قلت له انت راضي؟ قال لي انا راضي. قلت له خلاص. حتى لو انا مش راضي مش مهم. حتى لو مش عجباني مش مهم. حتى لو مش متكيف نفسيا مش مهم. لكن المهم رضاك انت. المهم ابتسامتك انت. المهم اللي انت عايزه انت. سيدي انت كفايتي في كل شيء. وانت تستطيع
استطيع انك تعطيني من خلال رضاك انت انني انا اشعر بالطمأنينة والامان، لانك انت ترضى، وما دمت انت راض على كل شيء فحينئذ انا سانسجم وساعيش مطمئن، لان هذه مشيئتك وهذه ارادتك في كل الاحوال وفي كل الامور. اما وانك تقترب الى الفخار الاعظم ولا تريد ان تخرج عن دائرة ارادته، اذا اتى بيك الى دائرة وتشعر بانك انت لا تحب هذه الدائرة، او ادخلك الى عمل وانت لا تحب هذا العمل، او اوجدك في عائلة وتشعر انك غير مكيف في هذه العائلة، او وضعك في عمل او وضعك في اي شيء وانت لا تشعر بالتكييف النفسي الطبيعي، لكنك رفعت نفسك اليه وقلبك اليه وجاوبك قال لك انا عايزك هنا، اعلم انك ينبغي ان تسلم وتبتسم لارادة الله وتقول له اشكرك لانك انت راضي، مش مهم رضاي، انا ساخضع رضاي لرضاك. ما يرضيك انا سافعله، ما يرضيك انا ساختاره، لان وجودك في السماع الالهي مش مسؤول هو عنك، مش هيديك ابدا انشورس لاي شيء، لا اذا مشيت كده ولا كده، لانك انت ماشي على كيفك. ما هو شاول اجى في اخر ايامه لان ربنا حطه في السماع، حطه في دايره السماع، طلع ولقى جميع الاعداء مصطفين امامه في الوادي، وبعدين قال طيب يعني حلو قوي، هاتولي واحد من الكهنه عشان خاطر اساله اطلع احارب ولا لا؟ طب ما انت قتلت مدينه الكهنه كلها ولم يبقى الا اشخاص قليلين وهربوا الى داود. قال طب اسالوهم، ما دي مشكله كبيره، حتى داود هيوافق اذا هم سالوهم وقالوا، وبعدين يمكن الخبر وصل للكاهن اللي كان مع داود وقال انا عمال اطلع قريب مش عايز يرد، عاوز القي الافود ربنا مش عايز يرد، عايز اسال ربنا باي طريقه، اروح اقول وشاه ربنا مش عايز يرد. الغريب يبقى لازم عايز تتعامل معايا بالرؤى. جاب الانبياء بتوع الرب قالوا له مش شايفين حاجه، مظلمه خالص، فتح عينينا شايفين ظلام قدامنا. طب انتوا طول عمركم بتشوفوا، ده الملك اللي بيكلمكم. قال يا سيدي لا الملك ولا غير الملك، احنا العمليه دي جايه من فوق، فوق هو مضلمها علينا. قال ازاي الرب عايز يتعامل معايا شخصيا انا، انت اديني احلام. قال فلم يجبه بالاحلام. يبقى لا بالوريم ولا بالاحلام ولا بالانبياء ولا باي حاجه، ضل بتفشه خالص. قال له ليه يا رب؟ قال له انك انت تركتني، انا حطيتك في دايره السماح، انا مش مسؤول ارشدك. بعدين جه لما ضلمت في وشه وبعت روح العرافه، وانا متاكد 100% اللي طلع صمويل، لكن مش بامر العرافه، لكن كان بامر تاديبي من الله، لان العرافه انزعجت، والعرافه بتخدع الناس لانها بتتعامل مع التوابع والقرائن بتوع الاشخاص اللي ماتوا. لكن بدل ما تطلع القرين او تجيب القرين الشيطاني بتاع صموئيل اذ بصموئيل نفسه ياتي، واذ بالعرفه تصرخ وتبتعد، واذ بصموئيل ياتي ويقول لشاول ايه اللي بتعمل؟ طب ما هو فرقك لم يقعد يجيب بالاحلام ولا بالرؤى ولا باي حاجه، والمملكه خدها الدهر قريبك دكها، وبكره غدا تكون انت وبنوك معي، يعني في عداد الاموات. وروح لان ربنا ضلمها في وشك، لأنك أنت عايش في السماح الإلهي مش راضي تعيش في الإرادة الإلهية. لكن انظروا داود عبد الرب في موقع من المواقع لما بكى كل جنوده لأنه الأعداء جم أخذوا نسائهم واللي ليهم، وبعدين داود من كثر البكاء لم تبقى فيه قوة، وقالوا برجمه أقرب الأقربين بالنسبة لي، لكن يقول الكتاب تشجع داود وقال للكاهن شوف الرب عايز مني إيه. قال له اسهب، قال له اسهب، صالحكم ما يصالحكم، هرجع اللي معايا رجع معاهم. قال لهم انا رايح وكل الحاجات اللي احنا فقدناها هنجيبها. ايه ده؟ بسرعه كده؟ طب ما غيرك شاول الملك عاون بكل الطرق بس انه يعرف بصيص من الامل، مش لاقي. قال لا انا داود ده انا تحت امره. ولو حد يسال باي طريقه ثانيه انا هجاوبه. والغريب احيانا بتجيب الاجابه من القريب والتميم، احيانا تجيله الاجابه من الانبياء، احيانا تجيله الاجابه من الرؤى، وربنا كان مكيفه على الاخر.
وكان ربنا فتح له السماوات وفتح له الارض وفتح له الاقداس وفتح له عيون الانبياء كلهم في خدمته لانه يسير في مشيئته. امين. تعرفوا لما تقارنوا الاثنين مع بعضيهم وتشكر ربنا، هل ترضى وانت في مشيئته وتشعر انك مشتت كداود او مطارد مثله او بلا مأوى في بعض الاحيان او بظروف ضيقه لكن النور الالهي يتابعك وانت في قلب المشيئه الالهيه؟ لكش دخل بالظروف لانه بيستخدمها لتشكيلك زي ما احنا قلنا، لكش دخل بالاحتياجات لانه بيقرص عليك بيها لتشكيلك، لكش دخل برضا الناس او انك مطارد من الزمن او ان ابواب مقفوله قدامك كما حدث لداود، لكن اسال عن شيء واحد، انك تحت اجنحته تختبئ، بخوافيه يظللك، ترسل ومجد حلقه. هللويا. هيكفيك هذا ولا عايز حاجه تاني؟ كفايه عليك هو ولا لا؟ يحصل اللي يحصل بس يبتسم في وجهي، يحصل اللي يحصل بس يكون راضي علي، وما يدخلنيش في دائره السماح الالهي، لكن خليه يدخلني في دائره الاراده الالهيه حتى استطيع ان يرضى عني. اما الدخول في دائره السماح الالهي لا يمكن ان يحصل المؤمن عليها بأي مجازات أمام كرسي المسيح. تعرفوا ليه؟ لأن المواد اللي اخترعها كلها مش المواد الإلهية اللي ربنا اداها له. كل حياته ما دام في السماح بقى خشب وعشب وقش. يقول الكتاب ستحترق أما هو فسيخسر. تعرفوا لما يوحنا الرسول بيقول فأنا نهجل عند مجيء وعارف الناس كتير هطاطي ساعتها. ناس كتير هتخجل ساعتها. يبقى ايه موقفك وانت في السماح الالهي وكل مخطط حياتك بعيد عن ارادة الله؟ لكن يوجد هناك سفر، هو سفر الحياة، مكتوب مخططك ومخططي ومخطط كل واحد كما قلنا معمول ازلا. قولوا معايا لاننا نحن عمله. قول ورايا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. وده فين دي؟ سفر الحياة. لازم يحدث تطابق باللي انت ماشي فيه على سفر الحياة والمخطط بتاعك. على فكرة ضحي بأعز ناس عندك بس مش على الخط. معلش خد كلامي ده واعمله، مش نخرب الناس حتى لو كان صعب. قال بطرس حضرته جاي يقول للمسيح انت تعمل ايه؟ كيف تصلح؟ ابعد عني. قال لي يا اخي انا ده الشيطان بيستخدمك. انا قال له اه انت كبير عليك عايز يخرجه. ومره ثانيه يمسك السيف يضرب ودن عبد رئيس الكهنه. قال له تعمل ايه؟ رد سيفك الى غبده. لا انا لازم اخذ السيف، السيف يؤخذ. قال له اسمع. قال له كيف يتم المكتوب؟ ده في تطابق هنا. انا عايز اسلم يا اخي، انت عايز تنقذني ليه؟ انا عايز اسلم لان انا جيت لاجل هذا الغرض. لابد ان يحدث تطابق بين اراده الله والمكتوب في سفر الازل من جهتي، ولابد ان يتم، وانا على استعداد ان اضحي بكل غالي وبكل نفيس واخسر علاقتي مع بطرس ومع كل التلاميذ ومع الجميع، لكن لاخسر علاقتي مع الاب السماوي. حتى لو كان كلامي جراح لامي التي هي موضوع احترامي، فمرتين اصطدم بامه لكن لا يصطدم بالاب. قال امه رايحه في العيد عاوزه تتقابل مع جيرانها واخواتها، وفي الفرصه بتاعت العيد دي يعني كلهم بيشوفوا ولاد الخاله ولاد العم وده وبيسلموا على بعضيهم. وانت مالك كام سنه؟ 10 سنين ما جيتيش في العيد. ابنك قد ايه كبر؟ وانا اعتقد العذراء مريم جايبه يسوع معاها عشان خاطر تفرجوا للناس وقد ايه حلو يسوع وكيف يعني. وبعدين ربنا قال لها وانا يعني بتاع المظاهر دي، وهي عماله تسلم على دول ودول وهو انفلت من ايديها كده وفي وسط الهيكل، لان الاب قال له روح اقف هناك. وبدا يعلم ويسال ويجاوب ويوضح. وبعدين امه وابوه قعدوا يلفوا عليه ثلاث ايام وجايه زعلانه قوي واخده على خاطرها على الاخر. قالت له يا ابني اللي بتعمله فينا ده انا كنت وابوك بنطلبك معذبين وانت ليه تعمل فيها كده؟ قال
بابا، مع احترام العظيم ليكي، كان ينبغي أن أكون في فيما لأبي. لكن شوفوا الكتاب يذكر بعد كده إيه، أما هو فرجع وكان خاضعا. أيها الأولاد أطيعوا والديكم، ما تقولها بصوت عالي، مش بقاومكم على والديكم، ده يا ريت تطيع والديكم في الرب. ده هنا يعني ما أقصى هذه البلاد اللي هي بعد عن الكتاب وعن الرب خالص. يعني لما يطلعوا بعد 18 سنة ويروح يشوف له بيت لوحده، يقدر خضوع في الرب؟ ولما يتربى الحال ولما البنت تطلع كده يقدر خضوع للرب؟ يا ريت بس نوصل لحدود الرب، مش هنخسر والدينا. ده احنا بالعكس كل والدينا المؤمنين هيفرحوا لأننا فعلا بنحبهم في الرب. ده احيانا نقول لابني يا ابني عندك مذاكرة ورغم ان انا قسيس، اقول يا ابني طب ما صابح وتقوم الساعة 6 الصبح بكرة وهتذاكر، وتقوم لي يعني من الساعة 5 لما تروح معاك الكنيسة، اقعد ابني لا يا بابا انا مشغول اروح النهاردة. خلاص هو عاندني ما سمعش كلامي، لكن في الرب ببقى مبسوط قوي، لان ابني بيعمل ايه؟ ما بيطيعنيش لكن بيطيع مين؟ بتبسط. هكذا ينبغي ان ترضي مشيئة الذي ارسلك وأن تطيعه بالاستمرار. وحينما جاءت له أمام عرس قائر الجليل، هي كانت متأكدة لأنها عندها إحساس بالروح، أنه حينما يفرغ هذا العصير سيأمر الإبن، لأنه عنده القدرة أن يصنع هذا. لكن هي تسرعت قبل وقتها. ويقول كثيرا من المفسرين لما قالت أن الخمر فرغت يعني قاربت أن تفرغ، لكن هو مش هيعمل المعجزة غير لما تشطب خالص، لانه عاوز يشعرهم بالاحتياج ويفلسوا ويقولوا يعني يكسوفنا قدام الناس. حتى جه يسوع عزمناه وتلاميذه، ويعني العمليه كلها يعني لا سطرت العمليه ولا حاجه حتى نرضي الراجل العظيم ده في وسطينا، وهو كان عايز يوصل ان هو يطفي من جميله على العرس ويقدم ما عنده للعرس، او اذا جاز التعبير عندي يقدم النقوط اللي عايز يقدمه، لانه ما هوش فلوس، بس كان عاوز يقدم لهم عصير مجانا او شربات مجانا للعروسه وللعريس عمرهم ابدا في حياتهم ولا الضيوف شربوه. بس امه كانت عايزه تضيع المشكله، لسه ما فرغش وعايزاه يعمل، لا هو مش هيعمل غير لما تشطب خالص. قال لها اسمعي، اسمع، انا بحبك وبحترمك حتى لو كنت كبير، لكن مالكيش دعوه في شغلي، انا باخد اوامري من فوق، أنا مستني فوق. تفتكروا زعلت؟ بسطت، لأن فعلا كان بيوجهها لحاجات رئيسية. مرة حبت تبعته في استعجال ضروري، يبدو كانت عاوزاه في مشكلة ضرورية والجموع كلها عمالة تصحب. قالت روح قولوا بس في السر كده ليه، أنا ما تشوشوش على الاجتماع والكنيسة وهو هناك، بس قولوا يعني دلوقتي وتعالى ارجع تاني للخدمة. يمكن بطرس اللي يسوع انت عارف، قال له بعد بس قال له ايه؟ قال له ما تقولهاش حاجه، قال له شوف اللي انا هقوله دلوقتي وقوله لها، من هي امي؟ من هي اختي؟ الذين يسمعون كلمتي ويعملون ايه؟ ادي وقت امي بعدين، بس لازم اخلص اللي قال عليه ابويا. مجد للرب. كان هناك تطابق بين مشيئه الله ومشيئه المسيح. اوعوا تفتكروا انه كانت للمسيح اراده واحده ومشيئه واحده كما يقال في بعض من الطوائف المسيحيه، لكن هذا الراي مش مظبوط، لان للمسيح ارادتان ومشيئتان، اراده بشريه ومشيئه الهيه، مشيئه الهيه، واقصد اراده بشريه واراده الهيه، مشيئه بشريه ومشيئه الهيه. ودول ظهروا احيانا انت ما تلاقيهمش خالص، ده مش معناته مش موجودين، لكن كانوا متطابقين. تظهر العملية دي في جسيمان واسعة كتير، كان في فجوة بين الآب وبين الابن، لأنه كان بيوري لك قد إيه كاسك مر، قد إيه العذاب بتاعك عظيم، قد إيه هتحمل من أجلك. فقال للآب السماوي كابن، كابن الإنسان كبشر، وعاوز يوصف لك قد إيه الكاس العظيم الذي سيشربه لأجلك. قال للآب السماوي هل ممكن تجيز عني هذا الكاس؟ قال له مش اتفقنا ازلا على كده؟ قال له بتراضينا على كده؟ قال له قال له لازم تشربها. قال له عشان خاطرك هشربها لانها مشيئتك. لتكن لا ارادتي بل ارادتك. لتكن لا مشيئتك. انك على الدولاب عصي.
مش قادر تقبل التشكيل، او راكنك على جنب وحطك في السماح الالهي، لكن يا ريتك النهارده تقول له ايه؟ شيلني من تحت، معلش انا غلطان، حطني عبد الله بره تاني، مش هعملها تاني، واشتغل فيا من جديد. على فكره ممكن الله يشتغل فيك كل مده الحياه كلها، وكلها تطلع بعيد عن اراده الله ومشيئه الله. اما بالنسبه للذين لم يسلموا حياتهم للرب، فعندي كلمة من الرب ليهم يكفي الأقوال الواردة هنا في رومية 9. انظروا ماذا يقول الكتاب، 9:21: أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوى؟ ممكن تسألني يعني يبقى ده ظلم، اوعى تقولها، مش كده، انسب له برك. بص بقى عمل ايه، هجيب لك الآية بتاعت الكرامة والآية بتاعت الهلاك، وشوف مين اللي تعب فيه اكتر. ركز معايا كده عشان خاطر تقول للرب النهارده يا رب انت مش ظالم، ده انت عادل. اقرا معايا كده بيقول ايه في عدد 22: فماذا ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بآنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. وفي عدد 23: ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. قال بآنات عظيمة فيها في الآية، الآية بتاعت المجد ماشي، ده على طول شاور له، جه شكله، تشكل تعالى جه على طول، لكن دوك قال احتمل بآنات كثيرة. ما طول عمره يكلمك، طول عمره عايز يشكلك، طول عمره عايز يجيبك ليه لكنك رافض، طول عمره عايز يعملك ابن لكنك رافض. تعرف هيعملك ايه بقى؟ هياخدك كده يعجلك عجله واحده كده ويحطك ويعملك آنية للهلاك. خلاص انتهت مشكلتك. هو ما كبش كفشه وقال دول للنعيم ودول للجحيم، لا ما عملش كده. ده إذا حبيت، لأن أنا قريت الجزء الأولاني ده لما بولس عمال يتكلم، فماذا تقول ألعل عند الله ظلما؟ حاش، من عند 14، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. تقول لي بهو بيقول أنا على كيفي، خليك معاي معاك، بس بص على كيفه إزاي. لما تقرأ في عدد 18 بيقول: فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء، فستقول لي فلماذا يلوم بعض؟ لماذا؟ بل يقاوم مشياته. تعرفوا معنى الكلام ده ليه؟ انه ربنا اللي قسى قلب فرعون، ماشي، فبيجي يديم فرعون ليه اذا كان هو قسى قلب؟ قضية القساوة على فكرة ده معطل تاني، لأنه ما عنديش وقت أتكلم فيه، دي قضية من أخطر القضايا. شوف ربنا بيعمل إيه في قضية القساوة. فرعون لما الله بعت له موسى هو قسى قلبه. لما فرعون قسى قلبه راح ربنا مقسى قلبه أكتر، أختم ما رجعش خالص. تفتكروا المسيح لما شفى الأعمى قال كلمة عجيبة جدا، قال لدينونة أتيت إلى هذا العالم لكي يعمى المبصرون ولكي يبصر العميان. ردوا عليه كده وسأل لعلنا نحن عميان؟ قال لهم لو كنتم عميان ما كانش بقالكم خطية، لكن أصلكم أنتم فتحين، ومعنى تفتحين أنك عارف ربنا عايز منك إيه، وعارف ربنا بيدهك ليه، وكلمك عن خلاص كذا مرة، وكلمك عن تشكيل كذا مرة، ولأنك أنت رافض رغم أنك عارف، فربنا هيعمل حاجة غريبة جدا، وقال هتلاقيها في موجودة في أشعياء إصحاح 6 وموجودة في يوحنا إصحاح 12، بيقول أنه إيه؟ هم مفتحين عماهم أكتر عشان خاطر ما يشوفوش، هم بيسمعوا شوية صغيرين صمهم أكتر عشان خاطر ما يسمعوش. قال لألا يرجعوا إلي فأشفيهم. كلام خطير. يعني تبقى أنت عارف ربنا عايز إيه ومش عايز تيجي يعميك أكتر. يقول أختم ما تجيش. وأنت قاسي شوية وربنا بيكلمك وممكن يلينك، ربنا يزود درجة القساوة عندك. هذه طريقته. إذا ربنا معلوش أي لوم. وأنت أسأل بفرعون يا بعد مرحلة طويلة من الصراع معاه ورفض أن يتجاوب مع الله، هذا لكي
حينما يقف فرعون أمام الله في النهاية أمام العرش العظيم الأبيض ويجب جميع المستعصيين أمام الله، حينئذ سيدينهم الله، وكما قال داود لكي تتبرر في أحكامك وتسكو في قضاءك وتغلب متى حكمتني. وعايز أقول لك أنا احتملتك كتير، وأنا ناديتك كتير، وأنا حاولت معك كتير، زي برضو اللي عايز يشكلهم ما عرفش روح القدس برضو بياخدني للمؤمنين مرة تاني، يقول تحاولت معك مرة وخبطت خبطة وكسرتك مرة واثنين وتلاتة وانت مش عايز تصحى، انت تفتكر اعمل فيك بعد ايه كده؟ هكسرك تاني؟ لا، انا هعمل معاك شيء اكتر من التكسير، هاخدك واركلك، مش هشتغل فيك، مش هعزيك، مش هرضى عليك، مش هكلمك، مش هبتسم لك. قد ايه تبقى دي القساوة حدثت لاسرائيل جزئيا؟ عشان كده الكتاب قال لنا ما تقسوش قلوبكم متى استمعتم الى كلمة الله. عرفتم نتيجة عدم خطورة عدم التسليم لإعادة التشكيل؟ لكن يا ريتنا النهاردة نحط نفوسنا على دولاب الفخار العظيم، نرفع قلوبنا له ونقول له شكلني كما تريد، شكلني كما تشاء. دعونا نحن رؤوسنا. من النهاردة يتجاوب معاه مش عارف يعمل معك أكتر من كده. أنا حاولت بقدر الإمكان أن أستعفي من هذه الرسالة، ما قدرتش. قال لي هي دي، الشيطان حاول إعاقتي قبل ما أجي إليكم هنا، وفعلا كنت تعبان جدا وهبعت أعتذر، وتصورت ان في نفس هذه الليله ممكن اروح المستشفى في الامرجنسي هناك، لان فعلا كنت في حاله خطيره. لكن الرب قال لي لا، انا هشفيك لان في رساله عايزك تبلغهم بيها. والشيطان فعلا اشتكى على جسدي، وانا في وسط هذه الاجتماعات ربنا قال لي وبرضه مش هخلي ولا فرصه من الاجتماعات تفوت، لكن كل الرساله اللي اعطيتك اياها رغم عن العدو انا هوصلها. شكرا. قد ايه الله بيحبني وبيحبكم. انا لست اهلا ان يستخدمني كاداه لتوصيل الرساله لنفسي ولنفوسكم. ماذا تقول عن مرسلي؟ هل عنده ظلم؟ هل عنده محاباه؟ هل بيتلكك لك على الوحده ولا بيصبر عليك؟ من النهارده يسلم له تسليم كامل. خلينا نصلي هذه الترنيمة. أيها الفخار الأعظم، صليها يا روحي، صليها يا أخي. ما نستطربش النغم أو نتلذذ بالتلحين، لكن انغرس في المعاني، خليها تصل إلى داخل قلبك. خلي الفخار الأعظم فعلا يضع يده في هذا المساء ويبدأ لتشكيل جديد في حياتك.
سيد حكيم يقدم لنا البركة رسول الله. يا ريت لو بردت أبار النزيل. أمين. لأن فيها خشوع. أمين. صح. بردت أبار النزيل. قلت ارفعوا برضو أيديكم خصوصا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك.
21 أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوى؟ ممكن تسألني يعني يبقى ده ظلم؟ اوعى تقولها، مش كده، انسب له برك. بص بقى عمل ايه، هجيب لك الآنيه بتاعت الكرامه والآنيه بتاعت الهلاك وشوف مين اللي تعب فيه اكتر. ركز معايا كده عشان خاطر تقول للرب النهارده يا رب انت مش ظالم، ده انت عادل. اقرا معايا كده بيقول ايه في عدد 22، فماذا ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بآنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. وفي عدد 23، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. قال لي آنات عظيمة فيها في الآية، الآية بتاعت المجد ماشي. ده على طول شاور له، جه شكله، تشكل تعالى جه على طول. لكن دوك قال احتمل بآنات كثيرة، ما طول عمره يكلمك، طول عمره عايز يشكلك، طول عمره عايز يجيبك ليه لكنك رافض، طول عمره عايز يعملك ابن لكنك رافض. تعرف هيعملك ايه بقى؟ هياخدك كده يعجلك عجلة واحدة كده ويحطك ويعملك آلية للهلاك. خلاص انتهت مشكلتك. هو ما كبش كبشة وقال دول للنعيم ودول للجحيم، لا ما عملش كده. ده إذا حبيت، لأن أنا قريت الجزء الأولاني ده لما بولس عمال يتكلم، فماذا تقول ألعل عند الله ظلما؟ حاش، من عند 14، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. تقول لي ما هو بيقول أنا على كيفي، خليك معاي، بس بص على كيفه إزاي؟ لما تقرأ في عدد 18 بيقول فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء، فستقول لي فلماذا يلوم بعض؟ لماذا؟ بل يقاوم مشياته. تعرفوا معنى الكلام ده ليه؟ انه ربنا اللي قسى قلب فرعون، ماشي، طب يجي يديم فرعون ليه اذا كان هو قسى قلب؟ قضية القساوة، على فكرة ده معطل تاني لأنه ما عنديش وقت أتكلم فيه، دي قضية من أخطر القضايا. شوف ربنا بيعمل إيه في قضية القساوة. فرعون لما الله بعت له موسى هو قسى قلب. لما فرعون قسى قلبه راح ربنا مقسى قلبه أكتر، أختم برجعش خالص. تفتكروا المسيح لما شفى الأعمى قال كلمة عجيبة جدا، قال لدينونة أتيت إلى هذا العالم لكي يعمى المبصرون ولكي يبصر العميان. ردوا عليه كده وسأل لعلنا نحن عميان؟ قال لهم لو كنتم عميان ما كانش يبقى لكم خطية، لكن أصلكم أنتم فتاحين. ومعنى مفتاحين أنك عارف ربنا عايز منك إيه، وعارف ربنا بيدهك ليه، وكلمك عن خلاص كذا مرة، وكلمك عن تشكيل كذا مرة، ولأنك أنت رافض رغم أنك عارف، فربنا هيعمل حاجة غريبة جدا، وقال هتلاقيها فيه، موجودة في أشعياء إصحاح 6، وموجودة في يوحنا إصحاح 12، بيقول إنه إيه؟ هم مفتحين عماهم أكتر عشان خاطر ما يشوفوش، هم بيسمعوا شوية صغيرين صمهم أكتر عشان خاطر ما يسمعوش. ألا ألا يرجعوا إلي فأشفيهم. كلام خطير. يعني تبقى أنت عارف ربنا عايز إيه ومش عايز تيجي يعميك أكتر. يقول أختم ما تجيش. وأنت قاسي شوية وربنا بيكلمك وممكن يلينك، ربنا يزود درجة القساوة عندك. لأن طريقته. إذا ربنا معلوش أي لوم. وأنت أسأل بفرعون يا بعد مرحلة طويلة من الصراع معاه ورفض أن يتجاوب مع الله، هذا لكي حينما يقف فرعون أمام الله في النهاية أمام العرش العظيم الأبيض ويجب جميع المستعصيين أمام الله، حينئذ سيدينهم الله، وكما قال داود لكي تتبرر في أحكامك وتسكو في قضائك وتغلب متى حكمتني. وأقول لك أنا احتملتك كتير، وأنا نديتك كتير، وانا حاولت معك كتير، زي برضو اللي عايز يشكلهم ما عرفش روح القدس برضو بياخدني للمؤمنين مره تاني، يقول تحاولت معك مره وخبطت خبطه وكسرتك مره واثنين وثلاثه وانت مش عايز تصحى،
انت تفتكر اعمل فيك بعد ايه كده؟ هكسرك تاني؟ لا، انا هعمل معاه شيء اكتر من التكسير. هاخدك واركنك. مش هشتغل فيك، مش هعزيك، مش هرضى عليك، مش هكلمك، مش هبتسم لك. قد ايه تبقى دي؟ قساوة حدثت لإسرائيل جزئيا، عشان كده الكتاب قال لي ما بتقسوش قلوبكم متى استمعتم إلى كلمة الله. أعرفتم نتيجة عدم خطورة عدم التسليم لإعادة التشكيل؟ لكن يا ريتنا النهاردة نحط نفوسنا على دولاب الفخار العظيم، نرفع قلوبنا له ونقول له شكلني كما تريد، شكلني كما تشاء. دعونا نحن رؤوسنا. من النهاردة يتجاوب معاه مش عارف يعمل معك أكتر من كده. أنا حاولت بقدر الإمكان أن أستعفي من هذه الرسالة، ما قدرتش. قال لي هي دي، الشيطان حاول إعاقتي قبل ما أجي إليكم هنا، وفعلا كنت تعبان جدا وهبعت أعتذر، وتصورت ان في نفس هذه الليله ممكن اروح المستشفى في الامرجنسي هناك، لان فعلا كنت في حاله خطيره. لكن الرب قال لي لا، انا هشفيك لان في رساله عايزك تبلغهم بيها. والشيطان فعلا اشتكى على جسدي، وانا في وسط هذه الاجتماعات ربنا قال لي وبرضه مش هخلي ولا فرصه من الاجتماعات تفوت، لكن كل الرساله اللي اعطيتك اياها رغم عن العدو انا هوصلها. مش قد ايه الله بيحبني وبيحبكم؟ انا لست اهلا ان يستخدمني كاداه لتوصيل الرساله لنفسي ولنفوسكم. ماذا تقول عن مرسلي؟ هل عنده ظلم؟ هل عنده محاباه؟ هل بيتلكك لك على الوحده ولا بيصبر عليك؟ من النهارده يسلم له تسليم كامل. تعالى التشكيلة، مش هقول لك خلينا نصليها، خلينا نصلي هذه الترنيمة. أيها الفخار العظيم، صليها يا أخي، صليها يا أخي. ما نستطربش النغم أو نتلذذ بالتلحين، لكن انغرس في المعاني، خليها تصل إلى داخل قلبك. خلي الفخار الأعظم فعلا يضع يده في هذا المساء ويبدأ بتشكيل جديد في حياته.